الاخ المحترم عبد الغني بك المحفوظ نائب رئيس نادي الهلال لم يحضر، وبيقول لك حق ان انا اقول رايي. اتفضل يا استاذ عبد الغني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، وتحياتي لكل اهالينا في مطروح، وموسم موفق للهلال، وتحياتي لصديقي العزيز الحاج سلام ابو طربان رئيس النادي. الله يخليك يا استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر ولبرنامج الشيق والساده الضيوف، وتحيه خاصه لقناه شمس المنبر الكبير للانديه الشعبيه والجماهيريه. ربنا يخليك. طلبت اعمل مداخله حضرتك النهارده لوضح بعض الامور. اهلا بيك يا حاج عبد الغني، منور الدنيا. ازيك حاج عبد الغني؟ ازي حضرتك؟ وتحدى كل اهالينا في مطروح. الله يخليك يا استاذ حميد، الله يخليك. وسلامنا للوالد الحاج الكبير عكم، ما ننساش. الله يسلمك، الله يسلمك. سلامنا للشيخ، اسمها كده، سلامنا للشيخ. طلبت اوضح بعض الامور يا استاذ عبد الناصر لمهمات الموضوع الشاغل اللي هو تطبيق دور المحترفين. احنا في البدايه تجمعنا كانديه شعبيه وقررنا بالفعل اننا نرفض دور المحترفين او على الاقل تاجيله، واتفقنا، وثم بعد كده بدانا بالتحرك على ارض الواقع. وللاسف لما بدانا نخش في التفاصيل اتضح لنا بعض الامور، ان بعض الانديه اللي فشلت في الصعود لدور المحترفين هي الانديه اللي رافضه دور المحترفين. فلما حضرتك من طلبت منهم توضيح بعض الامور وتبقى الامور مكشوفه، لكن للاسف اتضح انه كله بيدور على مصلحته الشخصيه. يعني ما حدش بيدور على مصلحه حد، يعني الانديه اللي صاعده من تحت دي ما تصعدش، يعني بعض ال 12 نادي اللي تحت دول لو لغوا دور المحترفين الانديه دي كلها تهبط. فطبعا احنا طلبت منهم، انا من ضمن الناس على فكره اللي بعت جواب رفض دور المحترفين، لما اكتشفت انه كل واحد بيدور على مصلحته. لا، انا قلت المصلحه العامه ومصلحه مصر فوق كل حاجه، فوق الجميع. يعني حضرتك انت دلوقتي بتفجر معانا مفاجاه، انك انت كنت مع الرافضين ومشيت معاهم كل الخطوات، وفي الامتار الاخيره اكتشفت ان الموضوع قلب مصالح شخصيه. بالظبط يا فندم، انا 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 من ضمن الناس اللي حضرنا اجتماع، حضرنا في اسكندريه، وحضرنا في المنصوره، وحضرنا في القاهره الاجتماعات كلها. فلما المواضيع بعض مواضيع شخصيه احنا انسحبنا من المعارك. انت بتتكلم على الاول نادي الهلال او نادي الهلال انسحب من القصه دي كلها، واحنا ايدنا دور المحترفين، لان احنا ما بنستفادش حاجه. احنا كان ديت مطروح بنصرف من جيبنا، نستفاد ايه احنا؟ وخلي بالك انت بالعكس، انت صوت محترم لانك انت بتدور المحترفين. لكن احنا لما مثلا يبقى في دور محترفين انا بعمل حاجه، على الاقل بصرف من جيبي، بس الاقي حاجه بعد كده لما اصعد الاقي حاجه في مقابل اخده. وبعد كده انت رايك ده انت بتدور المحترفين، ده راي متجرد. بالظبط يا فندم، احنا صراحة جدا، واحنا الحمد لله ما فيش حد كسر عنا بحاجه. احنا بنتكلم بصراحه، احنا كانديه مطروح، احنا الانديه، احنا اقل انديه بتصرف، وبيصرف من جيبنا. احنا ما عندناش مصدر دخل، يعني الفلوس اللي بنصرفها من اعضاء مجلس الاداره، استاذ مجلس، كل واحد بيتبرع بمبلغ معين بنصرفه. ما فيش دخل عندنا زي الانديه الثانيه. لكن واحد بيصرف طلب 40 50 مليون وفي الاخر فشل، فبيحمي كل ده للانديه الشعبيه ليه يعني؟ وصلت الرسالة، شكرا جزيلا الأستاذ عبد الغني المحفوظي، والشيخ عبد الغني المحفوظي رئيس نائب رئيس نادي الهلال، ونادي الهلال نادي شعبي وجماهيري. وفي المقابل لازم نذكر برضي عمنا المحترم الحاج رمضان ناجي، ونادي السلام برضي معترض على دور المحترفين، أخونا العزيز نور رسلان، وعمنا العمدة عدل رسلان. بس عشان احنا قلنا الحلقة دي نحن متجردين، عشان دول مطروح ودول مطروح، ما يبقاش يتقال عبد الغني قال باسم أندية مطروح وفي ناس معترضة. وطبعا الحاج سعد ابو صندوق معانا دلوقتي بعت رسالة تانية، قال يا جماعة انا راجل في الدرجة الثالثة، ومع ذلك ده صالح الكورة دوري المحترفين. كلها اراء صحية.